ازيك؟ ايه ده جديد؟ بتعمل ايه هنا؟ ايه السؤال ده؟ تقول لي لابس ايه؟ عارف يا صاحبي الجواز ده الواحد لازم يختار واحده تفهمه ويفهمها، يعني يكون كده بيسموه تناسق الارواح. نهنه قول لي مبروك، انا اتجوزت امك. وصل القمر ويصل، وصل القمر ويصل يا روح قلبي يا حياتي بالراحة، أصلك تعبتي قوي. أخبارك إيه يا هشام؟ إزاي؟ إيه؟ مش هتقول مبروك لعمك؟ بيبي. إيه ده يا حبيبي؟ واسمع، أنت مش عارف أنا عملت كده ليه؟ مش عايز أعرف. اسمعني بس يا حبيبي. مش عايز أسمع. هتقولي إيه؟ هتقولي لي إيه؟ جوزتي أشرف عشان تجيبي راس سليم الأرض. سليم ده اللي هو أبويا. وعايز أنا أوافقك على إن أنتِ يا إما ياخد مؤبد يا إما يتعدم. خدت الفيلا إزاي؟ صورتي إزاي؟ أنا ما أعملش كده أبداً، وبعدين الفيلا دي حقي. حقك اللي أنتِ طردتي منها ليلى، اللي اتجوزتي جوزها. ليلى دي اللي حتة منك. حبيبتك اللي ما تقدريش تعيشي من غيرها طول عمرك، صح؟ وانا يعني كنت طردتها وهي ما طردتنيش يا هشام؟ دي ما خلتنيش اخد حته هدوم واحده. ده احنا عيله وحشه قوي. ده نانسي دي ربنا بيحبها انها ما دخلتش وسطنا يا شيخ. نانسي دي بنت صايعه اساسا. يعني ايه؟ يعني ايه صايعه وصايع؟ يعني ايه المصطلح ده؟ الصايع ده هو مين؟ اللي ما عندوش اهل، اللي عنده اهل ومش عارفين يلموه، اللي عنده اهل سمعتهم وحشه. حبيبي انت متلخبط، قول لي انت عايز ايه؟ انا عايز كل حاجه. يا سلام، يا ريت محبم على قلبي، يا ريت يبقى في ايدك كل حاجه، يا ريت. ده كان زمان قبل ما تتجوزي اشرف. دلوقتي هنعمل ايه؟ اشرف ده سكه، واي حد يجي عليك انا ادوس عليه بجزمتي. يا حبيبي انت اغلى حاجه في حياتي. طب ايه هتعمل تاني بعد الفيلم؟ ما هي مش